برج الجوزاء، شوف عندك أمور هواية معلقة صار لها فترة، لأنه أشوفك يعني عندك نوع من الكسل. هاي الفترة راح يكون نوع من التباطؤ، الكسل، كأنه هيك أحسك يعني قاعد تعاني من الروتين، إذا كان بعملك إذا كان بحياتك بصورة عامة تعاني من الروتين، من الكسل، ما قاعد تحاول تتخذ خطوة إلى الأمام. البعض من عندكم أشوف ممكن كان مار بآخر فترة، صاير ويا أمر مفاجئ، مشاكل عائلية أو حتى مشاكل عاطفية، المتزوجين ممكن مشاكل بالبيت كانت واصلة بينكم موضوع انفصال، وأشوف أكو شخص راح يحاول يتدخل بهاي الفترة ويحل الموضوع ويرجع الأمور المجراها. يعني قاعد أشوف إنه طاقتكم بهاي الفترة عندكم هواية عدم اتزان، عدم استقرار. يعني انتو راح هاي الفترة، يعني اشوف قلت لك عندك نوع من الكسل، اكو كسل، اكو تباطؤ، انت ما تريد تتقدم خطوة، ما تريد تسوي شيء، يعني عاجبك انه قاعد بمكانك وبس، يعني ما تتقدم خطوة الى الامام ولا تتراجع الى الوراء ولا تحاول تصلح شيء. اكو نوع من هيك، يعني عندك نوع، اكو حدث صاير بحياتك اشوفه قبل فترة، او حتى ممكن مو حدث، ممكن امورك ما قاعد تتقدم، تحس انه الامور واقفة بمكانها، اكو موضوع صار لك فترة طويلة منتظرة ولكن هذا الموضوع متعلق وما قاعد ينحل، خاصة اذا كان هذا الموضوع متعلق بموضوع زواج او حتى موضوع انفصال. اشوف هذا الموضوع معلق صار لفترة طويلة وهذا الشيء مسبب لك احباط، فعندك نوع من الاحباط خلال هذه الفترة، راح يكون ممكن يكون بسبب موضوع انفصال او حتى العكس، البعض منكم ممكن يكون موضوع زواج، يعني هو اشوفه شيء يخص الزواج خلال هاي الفترة راح يكون يأثر عليكم، وانت قاعد تحاول ممكن انه ما تريد تتسرع تتخذ قرارات هاي الفترة، ما تريد تتحرك من مكانك، عاجبك انه تبقى لانه عندك طاقة سلبية شوية، قاعد تفكر بسلبية، تقول انه ممكن انا اذا خطيت خطوة هاي الفترة راح يصير شيء سلبي، الموضوع ما راح ينتهي مثل ما انا اريد. فقلت لكم البعض من عندكم قاعد اشوفه دافن نفسه بالشغل خلال هاي الفترة، دا يشتغل على موضوع معين صار لفترة طويلة وهذا الموضوع يعني مأثر عليه، فتارك كل شيء ومركز بالشغل حتى ما يفكر بالامور الثانوية. البعض منكم اشوف انه قاعد يفكر بفرصة جديدة ويا شخص انت اوريدي منفصل عنه صار لك فترة، وده تحاول انه ترجع التواصل بينك وبينه خلال هذه الفترة، او ترجع حتى الثقة، ولكن ممكن يكون هذا الشخص اللي تتعامل وياه انت اما شخص مرتبط يعني متزوج، او انه هو في علاقة ثلاثية. قاعد اشوف الطاقة هيك قاعد تجيني، خاصة اذا كان برج الثور او برج الدلو، اذا كانت تتعامل ويا هذول البرجين فما اشوف ماكو تقدم خلال هاي الفترة بعلاقتكم ويا هذا الشخص. خلونا نبدأ، يعني قلت لك طاقتك بصورة عامة هي طاقة الإحباط، عندك إحباط معنوي كلش كبير خلال هاي الفترة، يعني أشوفك ما قاعد حتى الفرص اللي قاعد تجيك أو اللي راح تجيك حتى أنت ما قاعد ترفض فرصة ولكن ما قاعد تقبلها أساسا، نفسيتك كلش متعبة، صار لك فترة أكو موضوع معلق انت تريده ينتهي بس الموضوع ما قاعد ينتهي، كل ما تقول انه انا وصلت خط النهاية وخلص هذا الموضوع راح انحي راح اطلع من حياتي، الموضوع يرجع يصير بي يعني اشكال معين او خطوة معينة ترجعك نفس الشيء لنقطة الصفر، كل ما تقول انه انا خلص نهاية الموضوع ترجع للصفر، تشوف نفسك ترجع للبداية. فعندك مواضيع تريدها تنتهي، تريدها تخلص، ممكن على صعيد عملي، ممكن على صعيد عاطفي، على صعيد عائلي، اذا كنت مقدم حتى على سفر. فاشوف انه انت دائما من توصل الى خطوة معينة وتقول انه الموضوع انتهى فجأة تشوف انه الامور رجعت كلها لنقطة الصفر، يصير شيء مفاجئ وترجع لنقطة الصفر. فاشوف عندك يعني مدى تحاول تتقدم بحياتك خلال هاي الفترة، عندك نوع من مو بس الاحباط وانما انت متثاقل، خطواتك متثاقلة اشوفها كلش متباطئ، يعني انت مو متباطئ، انت اصلا يعني دا تحاول انه توقف الامور كلها، يعني تريد تبقى على هذا الوضع وخلص ما تتقدم بعد لاي مكان لانه عندك طاقة كبيرة من الملل.
شوف حتى على الصعيد العملي عندك روتين من العمل، البعض منكم اشوف انه اكو شخص راح يجي، اكو عندك عرض عمل مرفوض، اكو شخص راح يجي يعرض عليك عمل وانت راح ترفض هاي الفرصة او راح ترفض عمل هذا الشخص بسبب الطاقة السلبية اللي موجودة عندك. بس ان شاء الله الطاقة السلبية هذه راح تخف اول ما يصير القمر ببرج الدلو ان شاء الله يعني يتحول، فاشوف انه الامور تبدأ تبلش تتحسن. بس انت حتى على الصعيد العاطفي اشوف امورك متعبة، على الصعيد المادي عندك امور هواية متعبة، هواية تحس اكو تأخيرات قاعدة تصير عندك بكل الامور اللي تحاول انه تخطبيها خطوة. على الصعيد الصحي شوف انه عندك نوع من الارق خلال هاي الفترة، راح يكون الصداع، حتى نومتك اشوفك قلق بيها، البعض منكم ممكن يكون حتى قاعد يعاني من ارق وتعب، واكو كوابيس قاعد يشوفها حتى من ينام، فاكو عندك ارق، اكو البعض منكم يعني كان داخل بفترة اكتئاب وهسه دا يحاول يطلع من عندها، يعني مو اكتئاب اكتئاب بالمعنى الحقيقي، ولكن نفسيته من قد ما متعبة كانت هو موقف كل اموره. فهاي الطاقة اشوفها يعني ما راح ترافقك من نهاية الشهر، الامور راح تبلش تتحسن. شوف على الصعيد الصحي قلت لكم يعني اشوفك وصداع، ممكن تعاني من صداع بسبب الارق وكثرة التفكير اللي الطاقة السلبية اللي موجودة عندك، البعض منكم اشوف عنده الام بالاقدام راح تكون خلال هاي الفترة، خاصة القدم اليمنى، اشوف القدم اليمنى شوية راح يصير عندك بيها تشنجات او اوجاع، فحاول لا تهمل هذا الموضوع من يصير. فاشوف انه انت يعني بالفترة الحالية موقف كل شيء، وده تحاول انه يعني تعيد تقييم التجارب اللي مرت بحياتك، تعيد ترتيب حياتك من جديد، يعني تحاول ترجع تتوازن. بس انت ما قاعد تخطي هاي الخطوة، انت بس مقرر انه هسه تقعد شلون تحط حجر الاساس، فانت هسه موقف كل شيء وتريد تفكر حياتك شلون راح تكون بالفترة الجاية. اشوف عندك وجهات نظر جديدة راح تجي خلال هاي الفترة، راح تكون عندك اكو ازمة مريت بيها تقريبا قبل صار لك 4 اشهر او 4 اسابيع، شوف هاي الازمة غيرت هواية شغلات بحياتك، غيرت هواية افكار عندك، يعني طريقة تفكيرك قاعد اشوفها بلشت تتغير خلال هاي الفترة، وانت امورك يعني مقرر انه هاي الفترة انت بس تقعد تستريح وترمي حمولك على الله مثل ما يقولون اخواننا المصريين. فاشوف يعني الطاقة اللي غالبة عليك حاليا هي طاقة التوقف وعدم التقدم، انت ما تريد تتقدم باي شيء حاليا، تريد تبقى متوقف. على الصعيد العاطفي حتى على الصعيد العاطفي قاعد اشوف انه ممكن يكون اكو موضوع غيرة وزعل صاير بينك وبين الشريك، وانت رغم انه انت مشتاق لهذا الشخص وتريد تصالحه وتريد ترجع العلاقة بيناتكم، ولكن ما تريد تتخذ هاي الخطوة حاليا، انت منتظر هذا الشخص هو اللي يجي ويصالحك، وهذا الشخص ايضا طاقته طاقة الشريك اساسا هو هذا الشخص مل من انتظارك، فاذا كنت انت سبب بزعل هذا الشريك انصحك انه تروح تصالح هذا الشخص خلال الفترة الجاية، لانه هو بلش يمل من الانتظار وراح يصير تواصل بينك وبينه، يعني هاي للناس اللي مرتبطين وبينهم زعل صار لفترة اشوف بسبب موضوع غيرة موضوع شيك، لانه قلت لك انت حاليا تفكيرك اغلبه سلبي، فيعني انت حتى الشريك ما قاعد تفكر بيه بصورة صحيحة، هو قاعد اشوف ماخذ عنك نظرة انه انت تقريبا مو جدي وياه بالعلاقة، قاعد يشوفك مو ناضج ومو جدي وياه بالعلاقة، وده تحاول انه تتهرب من عنده خلال هاي الفترة، وواقف دا يراقبك من بعيد، اكو مراقبة من بعيد دا يراقبك، ونفس الوقت منتظرك انت تجي، هو ممكن يكون خطى خطوة تجاهك وانت تراجعت خطوة، لانه دا اشوف هو ممكن يكون تقدم خطوة ومنتظر النتائج، انت على اساس هاي الخطوة اللي هو خطاها تراجعت انت الى الوراء ما تقدمت. فشوف هذا الشخص منتظرك ومشاعره تجاهك مشاعر يعني صادقة، وإذا كانك زعل بينك وبينه فأشوف إنه هو قاعد يريد يصلح الموضوع خلال هاي الفترة، والأمور بيناتكم أساسا راح يعني تتحول إن شاء الله إلى صلح وشفاء، وراح يعتذر منك على الغلط اللي غلطه بحقك، أو حتى إذا كنت أنت، لأن القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، فأيا كان هذا الشخص أشوف إنه الطاقة إذا كانت طاقته هوائية هنا يمي موجودة، فهذا الشخص أشوفه راح يرجع خلال هاي الفترة وراح يصير صلح بيناتكم، والأمور بيناتكم راح تتحسن والعلاقة راح ترجع مثل ما كانت. بالنسبة للمنفصلين أشوف إنه صار لك فترة طويلة أنت منتظر رجوع شخص، هذا الشخص العلاقة بيناتكم بالسابق ممكن تكون كانت منتهية، أو حتى بينكم بلوك، وهنا عندي طاقة نارية موجودة، وأيضا برج العقرب، إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب،
فأشوف إنه كان بينك وبين هذا الشخص بلوك، وأنت منتظر منه تواصل أو منتظر منه رجوع، وأنت يعني رغم إنه التواصل مقطوع بيناتكم وكلام ماكو، بس أنت لحد الآن عندك إحساس إنه العلاقة بيناتكم ما منتهية، الحب بداخلك بعد ما ميت. أشوف إنه هذا الشخص خاصة إذا كان برجه مثلك، برج الجوزاء، أو هنا طاقة عندي برج الميزان أيضا، يعني أشوف إنه طاقتك ويا برج الميزان وبرج الجوزاء خلال هاي الفترة راح تكون طاقة زينة، تعاملك وياهم العلاقة بيناتكم راح تكون بها نوع من التوازن المصالحات خلال هاي الفترة، ولكن أشوف علاقتك ويا الأبراج المائية شوية راح يكون بها تقلبات، نوع من الروتين الملل، فحتى المشاكل بيناتكم راح ترجع تتكرر ما تنحل، خاصة إذا كان هذا شخص من برج الحوت. أشوف تعاملك ويا برج الحوت يعني خلال هاي الفترة راح يكون جدا متعب إلك، وهذا الشخص راح الإحباط اللي موجود عندك أساسا والتوقف هو راح يزيد أكثر من عنده، راح يحبطك أكثر، وراح يبقيك متعلق يعني بعلاقتك وياه، أنت ما تعرف شلون، يعني احنا بالعراق نقول ما تعرف راسك من رجليك، فأنت هذا الشخص أنت متعلق وياه حاليا، يعني هو مبقيك هيجي ومبقي الوضعية وما يريد حل وما قاعد يبحث عن صورة حل جديدة. أشوف أنه خلال هاي الفترة شوي الأمور راح تكون متعرقلة ويا شخص من برج الحوت إذا كنت تتعامل وياه هاي المنفصلين، أشوفه مطول شوية بالرجوع هذا الشخص، والكلام بيناتكم حتى شوية يكون سلبي. أما بالنسبة لباقي الأبراج خاصة إذا كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب أو الميزان أو الجوزاء، انتبهوا على هاي الأبراج اللي قاعد أقولها. أشوف أنه أكو رجوع راح يصير بينك وبين هذا الشخص. هذا الشخص ممكن كان يتجاهل مكالماتك بالسابق، او حتى التواصل مقطوع ممكن بلوك، اشوف البلوك راح ينرفع خلال هاي الفترة ان شاء الله. اكو رجوع بيناتكم واكو مصالحات، ولكن لازم تكون حذر جدا بعلاقتك ويا هذا الشخص بالفترة الحالية. اشوف انه انت هواي عانيت بسببه بالسابق، فهذا الشخص من يرجع حاول انه تخليه لحد من الاول، تخلي حدود علاقتك وياه، تخلي حاجز، يعني تحاول انه تحمي مشاعرك خلال هاي الفترة. يعني اشوف انه هذا الشخص هو صح راجع، وحتصير مصارحة يعني مصالحة بينك وبينه ومصارحات همينة، وبامور هواية راح تبين ترجع، لان اشوف انه اكو علاقة بالسابق ان كانت يعني علاقة ماتت انتهت، هسه راح تبلش ترجع تنولد من جديد. اكو فرصة ثانية للمنفصلين بعلاقة اشوفها راح ترجع. الشيء الغير متوقع حدوثه خلال هاي الفترة وراح يحدث، اشوف انه اكو تواصل راح يصير وياكم خلال هاي الفترة، خبر راح تسمعونه بنهاية هذا الشهر، الخبر راح يكون مفاجئ لكم وراح يجيكم من شخص اساسا، يعني انتوا راح تتفاجئون من الشخص اللي جاب لكم الخبر اكثر ما راح تتفاجئون من الخبر نفسه. هذا الخبر اشوفه خبر زين، خبر راح يغير هواية امور بحياتكم هنا، ويعني خبر راح يكون فرحة ممكن لك وممكن لعائلتك، ولكن هو راح تصير بيه مثل لما تشمل او هيجي فرحة، ويعني الناس حتى تعرفه تتداوله خلال هاي الفترة. الخبر قاعد اشوفه زين ومن صالحك يكون، فعندك خبر حلو بنهاية اخر يعني بهاي الايام، ممكن بعد 9 ايام، نقول احسب 9 ايام من تاريخ هذا الفيديو، وممكن بعد يوم، الله اعلم، احنا كل شيء نقول العلم عند الله، هي مجرد توقعات، يعني انتوا لا تاخذوها انه تمشون بها بحياتكم 100%، هي مجرد توقعات، وممكن تكون رسالة يعني كانت لازم توصلكم ووصلتكم. فأكو عندك خبر حلو، الخبر كلش راح تتفاجأ من عنده خلال هاي الفترة إن شاء الله، راح يجيك هذا الخبر وراح تسمعه. النصيحة لك يقول لك إنه اترك الكسل، اترك التباطؤ، اترك هذا التثاقل الموجود، حاول تخطي خطوة إلى الأمام، استعيد توازنك، استعيد سيطرتك على الأمور، إنه أنت قاعد أشوفك هامل عملك، هامل نفسك، هامل الشريك، هامل العلاقات، هامل العائلة، مسؤولياتك كلها، حاول إنه تسترجع السيطرة على اتزانك، على حياتك.